مساء الخير عليكم ومساء الجمال بيناديكم. وحشتونا جدا من الاسبوع اللي فات. احنا برنامج افتخر بمهنتك، وطبعا انتوا زي ما انتوا عارفين ان احنا كل مره بنجيب ناس من الاقاليم ومن هنا ومن هنا. عايزين بقى النهارده معانا ثلاثه المهن المختلفه، الاثنين زي بعض وفي مهنه مختلفه جدا. عزيزي المشاهدين، حضرتك ممكن تعرفي المشاهدين باسمك؟ السلام عليكم، مدام رندا ابراهيم، مدربة اكاديمي وخبيرة تجميل ومدربة اكاديمي للمبادرة مبادرة افتخر بمهنتك. اهلا وسهلا بك. اهلا بحضرتك. طبعا معانا المذيعة المتألقة زميلتي ايمان حجازي. مساء الخير عليكم واهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين. اهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج افتخر بمهنتك. مهما الصعاب قابلتك لازم تفتخر بمهنتك. ايوه، معانا النهارده الاستاذه رندا، الاستاذه والاستاذه روعه، بنرحب بيكم وعرفونا بقى بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احنا اتشرفنا بوجودنا معاكم واتبسطنا قوي بمعرفتكم. انا رشا مأمون، محاميه من دمياط، قريه كفر الغاب، محافظه دمياط. استاذه روعه. السلام عليكم، مدام روعه الموجي، خبيره تجميل وعضو في برنامج في مبادره افتخر بمهنتك. ما شاء الله. نرجع بقى للاستاذه رندا ابراهيم، منورانا ووحشانا. ازيك يا ايمان؟ عامله ايه؟ عامله ايه؟ وحشتيني. قولي لنا بقى الكورس اللي انت كنت بتقدميه في اسكندريه قصته ايه؟ دي شركه ايطاليه ومنتجات ايطاليه وفرنسيه، وافتتحنا ده كان افتتاح لاكاديميه جديده. تمام. وكنا عاملين كورسات مجانيه، وكانت جامعه من جميع المحافظات. الاكاديميه دي كل ما يخص التجميل من صبغات وفرد وكل حاجه، وان شاء الله هيكون فيها كورسات كل اسبوعين او كل شهر دايما. دي في اسكندريه. الكورسات دي هتبقى مخفضه جدا وباسعار جور رمزيه جدا جدا، لان ديت مدعمه للشباب. طبعا احنا بنساعد الشباب اللي في المهنه كلهم بجد، يعني بنعمل كل ما في وسعنا على اساس ان احنا ننميهم، وفي نفس الوقت في شباب كتير بتبقى عايزه تشتغل وعايزه تتعلم وما عندهاش المقدره ان هي تدفع مبالغ كبيره. استاذه رندا، الشباب بس اللي هم في المهنه ولا غير المهنه؟ لا يعني انا مثلا واستاذه رحاب ممكن نروح اي حد. اي حد. حلو قوي والله. يلا انا مستعديه. بتفتح لنا هنا بقى. انا مستعديه في اي مكان. انا معاكم في اي مكان. ما بتفكريش تفتحي؟ انا بروح والله مكان هنا، تفتحي لنا مكان زي اللي في اسكندريه ان شاء الله. احنا في الخطه بتاعتنا ان شاء الله ناويين نعمل اكاديميه برضو هنا في القاهره ان شاء الله، وان شاء الله هنفتح في كل مكان. يعني انا ماسكه محافظات من اول خط الصعيد لغايه اسكندريه، يعني الخط كله ان شاء الله. هنعمل كمان بناشد جماعات الخيريه وبناشد الحفلات بتاعه دار الايتام. دار الايتام نعرفها. ان شاء الله باذن الله هنعمل فرح جماعي للايتام في كل محافظه. ده طبعا بيبقى ان شاء الله. انا بناشد كمان اصحاب الشركات ورجال الاعمال والناس اللي هي عندها استعداد. لازم يبقى في دعم يا جماعة. طبعا يعني دعم من الشركات طبعاً. اصحاب الشركات الكبيره ورجال الاعمال اللي حابين ان هم يشاركوا في الاعمال الخيريه. طبعا ده هيبقى بمساعده من جميع الناس اللي في المجال او اللي خارج المجال. اي حد حابب ان هو يساعد ويساهم في مساعده الايتام يتواصلوا معنا. ايه رايك في مبادره افتخر بمهنتك؟ لا دي حاجه جميله بجد، وعلى فكره انا مدرب الاكاديمي بتاع المبادره. دي على الهوا. دي على الهوا. ايه مباشر. طبعا بتدعم الشباب. تمام. احنا بنساعد الشباب وبنناشدهم من قلب البرنامج. يا جماعه احنا معاكم في اي حاجه انتوا حابينها وعايزين تتعلموها قلبا وقالبا، يعني اللي انتوا عايزينه كله احنا تحت امركم فيه ان شاء الله. طبعا المحامين عايزين نشوف بقى. ايوه هتدينا القوه. ان كل البنات بتدافع عن المراه بس. اكيد طبعا المراه، يعني برضو زي ما بنتكلم عن جمال المراه وان هي تكون جميله طول الوقت، برضو ما بننساش ان في حقوق للمراه كتير. طبعا القران الكريم كرم المراه كتير وانصفها القانون. برضو يمكن في اضطهاد شويه بالنسبه للمجتمع من كلمه مطلقه بالنسبه للمراه،
بتسبب أزمة بالنسبة لها، ممكن تكون صعبة أن هي تتعايش مع المجتمع، ممكن ينظر لها المجتمع بنظر مختلفة. فإحنا بنحاول بقدر الإمكان أن احنا بنقف جانب المرأة، لأن برضو إحنا كلنا جزء واحد. وأكيد طبعا بعد احترامي لحضرتك حضرتك أنا طبعا معنا لو أي حد عايز يتواصل معنا يا جماعة في البرنامج ويسأل المحامية الأستاذة إحنا معاكم على الهواء. طبعا هي مهنتي وانا بفتخر بان انا محاميه وبحب المجال ده وبحب العمل فيه. بس هي مهنه الصعاب، مهنه هي ممكن شقه شويه على البنت. ايوه شقه شويه بالنسبه لنا، بس خلاص ان انت تعودتي. انا ممكن بقى لي 14 سنه في المهنه فتعودنا عليها. ممكن انت عايزه تقولي ان احنا بنثبت للرجاله ان احنا اقوياء وقادرين ان احنا نشتغل وممكن انت تحققي ذاتك وبتبقي حاجه وبتبقي فخوره بنفسك اولا ان انت وصلت لحاجه معينه او ان انت متميزه في حاجه معينه في مهنتك وبتحبيها، سواء كانت اي المهنه دي اي حاجه. في مهن اصعب من كده بالنسبه للمراه وبتشتغل فيها وبتثبت وجودها فيها. ازاي بتوفقي بين بيتك وبين شغلك؟ ان انت معظم الوقت بره في المحكمه. اكيد معظم الوقت مع زوجك يعني في البيت. طول الوقت انا في المحكمه الصبح وعندنا مكتب اخر النهار. جوزي ضابط شرطه برضو الحمد لله، هو متعاون معايا جدا، متقبل الموضوع يعني. هو عارف المجال وعارف اللي احنا بنمر بيه طول اليوم، وانا من هنا ان انا بحاول ان انا اشكره، ولو حاولت ان انا اديله ايه كده مش هوفي حقه برضو. ايه هو ساعات بيستحملنا ساعات بنيجي عليه. ربنا يخليه لك يا رب. عايزين نسالك وده سؤال مهم جدا جدا يا ايمان، نسبة الطلاق اللي بقت فظيعة دي. هي فعلا النسبة كبيرة جدا جدا، وده برضك بيرجع لأسباب معينة. ممكن لأسباب ان مثلا البنت مثلا ممكن قبل الجواز ما تتحملش المسؤولية، فده بيرجع للتنشئة الاجتماعية. توافق بين الاثنين صح؟ ممكن، او ممكن مثلا الأسرة تنشغل عن تربية الأبناء شوية، ممكن كل واحد في مجاله او في مهنته فبينشغل عن الأطفال شوية، ممكن تسبب لهم مثلا. احنا بنفكرها ان هي نوع من الحرية، بس ممكن ما تبقاش حرية قد ما هي بتيجي على الأطفال برضو على الأولاد أكيد. في مرحلة معينة. ومدام روعة الله يخليك أستاذة. وانا مدام روعة الموجي، انا خبيره تجميل متخصصه بروتين ميك اب ارتست، الحمد لله يعني في كل حاجه. احنا في الحلقه النهارده هنروح مع الناس دي. لا هم هو في الثلاثه مختلفين نهائي. نهائي. كلميني بقى عن الكوافيره المنقبه. طبعا دي حاجه يا جماعه قليله جدا، يعني احنا عارفين الكوافيرات ان احنا سايبين شعرنا بقى وزي ما انتم شايفين كده طبعا. والله عرفينا بقى انت بتشتغلي ازاي والنقاب دي حاجه جامده جدا يعني حاجه جديده. والله حضرتك انا اول ما فكرت ان انا افتح سنتر، انا طبعا شغلي كله محجبات منتقبات، كنت بروح اعمل عميله البروتين في البيت، كنت بروح اخرج العروسه من بيتها. فما فكرت ان انا افتح سنتر للمحجبات طبعا كله كان ضدي وكله هاجمني وكله قال لي لا مش هيشتغل ومش، بل بالعكس بقى هو عكس معايا خالص. بقيت متميزه الحمد لله في كل طبعًا. شغلي المكان بتاعي معروف ان هو محجبات ومنتقبات بس ما شاء الله. انا شايفه كمان الصور. بصي يا ايمان تكريم ليكي. ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله المكان بتاعي فعلا اتميز بقى، يعني بقى ضد كل الكلام اللي الناس كانوا بيقولوه. الحمد لله اللي بتخش عندي مثلا عايزه تعمل حاجه انا ما بعملهاش، لا بتعملها عندي وبترجع لي تاني وبتدعي لي وبتقول لي انت مثلا سبب في ان انا مثلا بطلت اعمل الحاجه ديت على ايديك، انت خدتي ثوابي كمان. طبعا ربنا يهدينا كلنا يا رب. انا عايزاكي تقولي رقم تليفونك وعنوان المكان بتاع حضرتك. ممكن 011 5111 5221. انا المكان بتاعي في مطار امبابه اول طريق البراجيل، اسمه سنتر ليلة العمر، وفي مكان مخصص مركز هيلث هير لعلاج الشعر بالبروتين. قولي لنا بقى انت متخصصه بروتين، ايه الالوان اللي ماشيه مع البروتين اللي تنفع مع البروتين اللي تجيب لي نتيجه لما اعمل بروتين؟ ما لاقيش اللون ضرب معايا وراح في حته تانية خالص. لا بصي، هو دايما احنا بنفضل مع البروتين ما نفتحش الشعر قوي، ان الشعر دوت لما بيتفتح هو عباره عن حبيبات لونيه فوق بعضها. تمام. يعني طبقات فوق بعضها، فاحنا كل ما بنفتح كل ما بنشيل طبقه من فوق الشعر. تمام. وبعد كده بنحمل البروتين عليه فالشعريه بتضعف فممكن تقع. فانا بفضل مثلا ان الشعر يفتح درجتين بس او درجه واحده كمان، يعني مثلا يبقى مثلا بني لون الشوكولاته. تمام. ده افضل درجه مع البروتين.
تمام. طبعا زي ما احنا شايفين يعني مش احنا بس اللي مش لازم الواحده تكون مش هي نصيحه عشان يعني بالها. طبعا في منقبات كتير، احنا عايزين كل واحد يقول كلمه لان الوقت معاكم بيجري بطريقه فظيعه، فمعنا ثلاث دقائق فعايزين حد يقول ارقام تليفوناته، حد عنده مكان مكتب حضرتك. انا محاميه بمحافظه دمياط، مكتبي في تفتيش كفر سعد، وليها مكتب تاني في قريتي كفر الغاب بلدي طبعا ومسقط راسي. رقم تليفوني 010-92-270-240. وكمان انا من هنا بوجه ان انا لو في اي يعني سيده ان هي عايزه تحصل على معاش او اول تقفي معاها ايوه ومجانا على الهواء يعني ايوه ومجانا. انا بعمل كده بالنسبه لاولاد قرياتي اساسا. أيوة فرصه يلا. لا 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 هو معروف اني برضو يعني الحمد لله انا لو بقدر المستطاع ان انا بخدم برضك اهل بلدي وكل اللي حواليا. يعني انا مش هلاقي مرأة يعني محتاجه، خاصه ان اللي بتيجي ان هي تتطلق او ان هي ترفع نفقه طبعا غير قادره على الانفاق اساسا على اولادها او على حياتها، فاحنا كمان ما بنجيش عليها، كفايه ان الظروف جت عليها فما بنجيش احنا كمان عليها. يعني استاذه رندا طبعا، واستاذه رندا ابراهيم اللي كانت وحشانا وانتوا وحشيني قوي. طبعا رقمي حاضر. اوكي معلش معلش احنا معانا دقيقه واحده، لو تقدري تقولي كلمه عشان المدام برضه طيب محضره مفاجاه. 012-00-743-342. اي حد عايز اي خدمه في المجال او في المبادره او في الاكاديميه او كورسات يتواصل معي. احنا هنروح معاكي، انتوا معايا تنوروني. عايزين بقى، انت محضره مفاجاه لزباينك. المفاجاه بتاعتي ان انا اول 10 هيتصلوا بيا هيعملوا بروتين اي شعر اي طول هيتعمل ب 1000 جنيه بس. ثانيا اي عروسه يتيمه هتثبت لي ان هي يتيمه هتجيب لي ورقها، دي هتخرج من عندي مجانا كامله مكمله. احنا هننقل مع حضرتك الحلقه دلوقتي ونتصل عليها. ايه رايك؟ احنا هنبعت لك من عندنا وانت بعتي لفريق افتخر بمهنتك. بصراحه يا ايمان يستاهلوا، وطبعا دي حاجه بسيطه من البرنامج. الاستاذه ايمان التكريم حاجه بسيطه. استاذه روعه مبروك. ألف ألف مبروك، والله تستاهلوا كل الخير بأمانة. حبيبتي احنا من أول الناس اللي هتتصل عليكي عشان نروح نعمل بروتين. ده أكيد كلنا احنا أول ناس البرنامج. اشتغل كمان أونلاين على فكرة، يعني ممكن بروح لأي حد برضه. تمام شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وانتظرونا فاصل وراجعين لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرة تانية في فقرة الواد البلد المميز والمبتكر. النهاردة من الصعيد هنا معانا المنشد الديني والقارئ إبراهيم دكتور حلمي. أهلا بيك والحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا حضرتك أستاذ عماد. تعرف للمشاهدين لنفسك وتفضل. إبراهيم دكتور حلمي، محافظة جنة، مركز الوقف، قرية المراشدة. أهلا وسهلا بيك. الله يخليك أستاذ عماد. أستاذ إبراهيم، مين اللي وصلك ان انت تبقى منشد ديني؟ اللي وصلني اول حاجه اشكر ربنا، ثاني حاجه الفضل لابويا، ثالث حاجه السيده والدتي ربنا يحفظهم، ثالث حاجه اختي ام يوسف دي ليها فضل كبير عليا، ربنا دي كانت تطلعني لصلاه الفجر وتستناني لغايه ما ارجع من صلاه الفجر، دي ليها فضل كبير فوق راسي والله. انت مثل قدوه من قلب الصعيد، جاب لكم مثل قدوه ابراهيم دكتور حلمي. ونستهل الفقره الثانيه بايات الذكر الحكيم من القران الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا
واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله عليك ما شاء الله عليك بجد. الله يخليك تسلم. وربنا يجازيهم خير والنبته بتاعتهم باينه. الله يخليك اكيد طبعا. وانت في الايه بتاعتك الايه الكريمه يعني رب يجعل هذا البلد امنا ويجعل مصر امنا اليوم الدين يا رب. وبنهني طبعا الشعب المصري وبنهني انفسنا ب 6 اكتوبر ب 6 اكتوبر. ومعنا طبعا كل سنه وانت طيب وشعبنا الكريم وانتصارات اكتوبر ودايما الجيش والشرطه ومؤسسات الدوله كل شباب مصر مدعمينهم كل ايد واحده ان شاء الله. ومعانا طبعا ضيفنا النهارده اللي معانا لتاني مره في مبادره افتخر بمهنتك وبرنامج افتخر بمهنتك دبش العالمي. بنرحب بيك. اهلا يا فندم واهلا بالاستاذ عماد. اهلا بحضرتك حبيبي. عامل ايه؟ الحمد لله تمام بخير. احكي لنا بقى حب ماما ليك. والدتي طبعا من الشخصيات اللي انا بعزها قوي دي سبب يعني في حياتي النجاحي ودايما امي دي بتدعي لي دايما امي واقفه جنبي. شوف انت الام اللي تقف في الوقت الصعب وانا كنت تعبان ولدرجه اللي هي كانت في المستشفى معايا وتجري على الدكتور عشان كنت تعبان وتجري ورجلها تتكسر. الجنه تحت اقدام الامهات. ربنا يحفظها لك. احنا ماشيين ببركتهم ودعائهم والرساله اللي انت عايز ربنا يخليها لك. دبشه انت منورنا على فكره النهارده. الرساله اللي انت عايز تبعتها لها ابعتها لها وهي سامعاك مشاهداك. بلاش. انا بحبها وهي بتحبك على فكره. ربنا يخليها لك وتطولها في عمرك. تحب تقول ايه لاخواتك بقى؟ اخواتي انا ليا 2 جدعان محمود ويوسف وثلاثة بنات جهاد وشهندة وهاجر دول اللي انا بعزهم وايضا زوجتي عندي 3 عيال روفان ومريم والسيد. ربنا يحفظهم. ربنا يحفظهم يا رب. ايه الرساله بقى اللي انت عايز تبعتها لشباب مشتول السوق والشرقيه؟ الرساله اللي بوجهها دايما الواحد يفتخر بمهنته حافظ على شغلك اجتهد يعني حاول بقدر الامكان ما تبصش لكلام حد اوعى تسمع لكلام حد ركز في شغلك هتوصل لنجاح هتسمع كلام الناس هتهبط لكن هتمشي في وشك وفي طريقك زي ما انا ماشي ربنا ايضا هيكرمك باذن الله. ايه الجديد عندك بقى؟ سمعت الجديد إن انت عندك تطورات جديده كده في المحل. انا ان شاء الله المحل باذن الله انا هوسعه باذن الله إن شاء عندي الله. توسيع للمحل قريب في فتره باذن الله ودايما ان شاء الله انت هتشرفونا باذن الله وتسمعوا خبر باذن الله. احنا طبعا لنا صور معاك هيت بتاعه المهرجانات والايفنتات اللي احنا بنتقابل مع بعض بنكون مثل وقدوه لبعض بنتعلم من بعض دايما. دي المسو ابراهيم الصغير والمسو اشرف الصغير وطاقم تيم كايرو الناس دي انا بعزها قوي. مسو اشرف راجل اخ عزيز عليا بعزه قوي فعلا بيساندني طول الوقت. طبعا اللي اخواتي الكبار اللي قدوه ليا بعد والدي اولا ربنا وقدوه لشباب المهنه عموما وقدوه لشباب المهنه وعلي لوشا اللي معاك وعلي لوشا دي صديقي من السويس يعني حاجه انا بعزها والله ودي شغل من محل عندي يا ريت يعجب الساده المشاهدين يعني. طب احنا برضو بقى عشان خاطر الاستاذ حسن عبد النبي الرجالي رئيس جمهوريه الرجالي اللي كان معانا
استاذ عادل عمار طبعا مهرجان اوسكار داعم للشباب طبعا الاستاذ مس محمود السيرسي والاستاذ عماد والاستاذ عوض ومات حبايب قلبي واخواتي والله دي والدتي دعوتها بقى دي والدتي ربنا يديها الصحه ويخليها لك يا رب الله يخليك واحنا هنروح بقى الشرقيه ناكل فطير هنا تنوروا على دماغي طبعا طبعا على دماغ والله طبعا اهل الكرم باذن الله يعني تنوروا لا طبعا نرجع بقى لقينا خط الصعيد والمثل القدوه للشباب اللي الله يخليك يا استاذ عماد صوتك ما شاء الله روعه ومس مشاعرنا محضرين لنا انشوده حاجه كده نسمعها منك اكيد طبعا طب اتفضل بقى معاك المشاهدين ورساله طبعا لوالدتك ووالدك الاول واخواتك رساله لوالدي ووالدتي واخواتي انا معايا اخ واحد احمد ما شاء الله في الجيش حاليا في سيناء ربنا يحفظه ويحفظ شباب وهو حاليا مشاهدنا من هناك حاليا ما شاء الله وربنا يشفي لي والدي ووالدتي ان شاء الله وربنا يخليهم ليا بحبهم جدا والله يا رب تمام اللهم امين يا رب قول انشودتك بقى برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي خلقت صوتي ويدك صورت عطاي برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي خلقت صوتي ويدك صورت عضاي أبلغ بصوتي يا ربي مقصدي ومناي لما ناجيك ولما تستمع شكواي سبحك لله الطيور ترسل الأنغام عطرك بالزهور تصنع العيش في الأبكار العيش صنع من وهو أيضا صنع من الخالق الله الرازق الله 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 هو الله شكرا الله اكبر الله اكبر عليك ما شاء الله مسيتنا ومسيت مشاعرنا وحاسسنا ونورتنا من قلب الصعيد ده نورك دايما لينا فقرات معاك ان شاء الله الله يخليك يا رب ويا ريت ريت كرلنا الزياره دي يا رب باذن الله طبعا احنا كنا النهارده عند الاستاذه رانيا محمد اختنا الام المثاليه الصور معروضه على الشاشه كنت ايمان اتمنى ابقى معاكم النهارده بس كان عندي واحمد واشرقت ما شاء الله طيور الجنه ما شاء الله ربنا يحفظهم لوالدتهم الست المكافحه اللي مثلوا القدوه فعلا للام المثاليه كنا عندهم زياره النهارده عشان يعرفوا ان احنا لما بنوعد بنوفي طبعا نرجع بقى لدفشه الرساله الاخيره لاهلك وناسك أهل وناسي الحمد لله أهل الشرقية مشتول السوق أنا بحبكم في الله طبعا أهلي أنا بحبكم أيضا في الله وفي أخ عزيز عليا حاب اللي هو نذكر اسمي اسمه المصري هيفتح إن شاء الله كوافير في الشرقية كبير بإذن الله أتمنى له التوفيق أتمنى له التوفيق ورسالة أخيرة طبعا لأهل بلدي مرة ثانية أعذروني يعني انا بعزكم في الله ودايما تساندوني انا بيكم هوصل للعالميه باذن الله ربنا يوفقك يا دبشه وشرفتني وانا شرف ان انا اتقابلت بيك يا استاذ عماد انت استاذ ايمان وطول جميل ما شاء الله كلمه اخيره بقى كلمه اخيره للمرشد عشان خاطر معانا دقيقه واحده بس اتفضل ممكن اشكر بعدي والدي ووالدتي واختي ام يوسف الغالي عليا ربنا يخليها لك مشايخي الكبار اللي هم اتعلمت تحت ايديهم اتفضل واللي مراعيني طبعا دكتور محمد سيد برضو ليه فضل عليا هو ما شاء الله من وقت ربنا يكرمك حضرتك ده يعني ما يسيبنيش برضو ومشايخ الكبار اشكرهم الشيخ سعيد المغربي
يعني في كل ما ندخل عزاي الشيخ ده يقربني. طب قول رقم تليفونك اللي حابب يتواصل معاك. ابراهيم دكتور حلمي من جنة مركز الوقف قرية المراشدة، تليفون 010 13 05 3807. نورتنا ابراهيم. الله يخليك يا شباب، وتكريم شرفي كده للقماشه. الله يخليك يا رب. لا ماشي انت، ما خدها انت، لا خدها انت دي. اقعد. مبروك. الله يبارك فيك. ده تكريم شرف للمبادره والبرنامج. اتفضل يا ابراهيم، استنونا بقى، اوعوا تروحوا في اي حته. الفقره الثانيه حاجه جميله، استنونا راجعين لكم بعد الفاصل. الفقره الثانيه وجديده وفيها مفاجاه النهارده ان شاء الله لتيم مبادره افتخر بمنتك. معانا خبيره التجميل بسمه ربيع، اهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. معانا خبيره التجميل دينا عباس، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، شرفتينا والحمد لله على السلامه. الشرف ليا. معانا مدربه اكاديمي المبادره الاستاذه شيماء، اهلا بيك. عزايم، اهلا بيك، منورانا وان شاء الله هتبقى اضافه وفقرات جميله بينا وبين بعض. المفاجاه بقى، انا عايزك انت اللي تقولي للمشاهدين الاستاذه بسمه، لكل المشاهدين المتابعين دلوقتي. المفاجاه ان شاء الله ان لكل العرايس هتحجز معانا ان شاء الله، ليها حاجات فري. لو هتعمل ميك اب هيبقى في جلسه بروتين فري، لو هتعمل بروتين هيبقى في جلسه ترميم فري، في حاجات كتير. والاول خمس عرايس هيتصلوا بينا. قولوا لنا بقى على التوقع، انت وخبيره التجميل دينا ومشاهدينا في التلفزيون دلوقتي وكل المتابعين. معانا فريق اونلاين باسم مبادره افتخر بمنتك بقياده خبيره التجميل بسمه ربيع والاستاذه دينا والاستاذه شيماء، هيقولوا لكم هم بقى المفاجاه وتعاملوا والرقم التليفون اللي هيظهر على الشاشه. اي عروسه او اي ست بيت حابه تكون معانا في الخدمات الكوافير والتجميل عبر برنامج مبادره افتخر بمنتك يتواصل مع الفريق اونلاين، جاهز لاي عروسه في فندق او في بيت او في اي مكان بضمان. اتفضلي بقى احكي. بضمان المبادره طبعا، انا ودينا ومعانا فريق طبعا من المبادرة. من المبادره ان شاء الله. اي حد مقبل على الجواز، ظروفه صعبه، كل ده هننزل نعمله في اي مكان اونلاين وباسعار كويسه جدا. اي ست بيت ظروفها برضو صعبه نفسها شعرها يبقى حلو وتعمل اي حاجه لجوزها طبعا احنا معاها. تمام. وارقامنا ان شاء الله هتنزل على الشاشه. ده طبعا فيديو ليك انت بالاستاذه بسمه ربيع خبيره التجميل ومعالجه الشعر. ايوه ده فيديو. ده شعر افريقي. مش هيبقى في ست عندنا اصلا يعني عملها تبقى وحشه يعني من كتر الناس ما هي. لا لا شعر فظيع يعني. شعر طبعا بروتين في درجه. ما ده اللي احنا بنقوله بقى الماتيريال والشغل. انت استخدمتي بروتين ازاي؟ استخدمته ازاي؟ طبعا يعني اهم خطوه في نجاح البروتين عشان تطلع النتيجه دي غسيل الشعر كويس جدا. تمام تمام، دي اول خطوه. هنا انا ابدا اغسل الشعر من قبلها. بتغسلي مواد معينه؟ في شامبوهات خاصه للبروتين. وبتابع طبعا عميله من قبلها. لازم تغسل شعرك كويس من قبلها من اول ما بتحجز معايا. قولي رقم تليفونك عشان الناس يتواصلوا معانا اونلاين او يعني يا ريت. 010 140 585 46، وفي 011 15 40 90 62. ده للتواصل مع فريق مبادره افتخر بمنتك اونلاين حصري النهارده. استاذه خبيره التجميل دينا عباس دينا، والاستاذه هبه الاستاذه بسمه ربيع، ومعانا كمان فريق طبعا من المبادره واستاذ روعه معانا وناس كتير. سليم الاستاذه دينا. استاذه دينا بقى النهارده انت جايب لنا اموره صغيره، عامله لنا البروتين. احنا طبعا كلنا كاطفال، حتى انا عندي اولادي في البيت بخاف اعمل المنتج او المنتجات الاسماء الكتير. تمام، اشرح لنا بقى. بالنسبه للاطفال في منتجات دلوقتي كتير في السوق، بس احنا بنستخدم للاطفال منتجات معينه احماض اقل. بالنسبه للشعر اللي معانا النهارده دوت، هو شعر افريقي ماستيك متهالك جدا، استخدمنا له نسب معينه من الترميم والبروتين، يعني نسبه بروتين قد الترميم. يعني لو الشعر هيحتاج 100 ملي بروتين، 50 ملي بروتين و50 ملي يعني. ده برضه شعر افريقي كان زي اللي في الصوره. يعني هو مش معمول براشر، مش معمول استشوار.
لا 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 يعني هو كده معمول بروتين و بروتين وترميم عشان حرمان الاطفال ما فيش فورمالين او لا 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 صناعه مصريه ولا لا برازيل برازيل حاجه مستورده جدا احنا بقى ما احنا بنقول للمشاهدين هو احسن حاجه البرازيل بخبرتكم انتوا احسن حاجه انا اشتغلت في مواد كتير جدا احسن حاجه بصراحه عشان هو اول ما نزل كان برازيلي وبعدين قبل ما اشتغل في اي حاجه لازم اتاكد من الشركه اللي انا واخده منها البروتين من الوكيل تصريح. من الحاجات طبعا. دي كلها طبعا. ما بتبقاش حاجات من تحت السلم يعني بس أيوه. ما دايما قبل ما تشتغل مع اي عميله لازم نعمل تيست اكيد خاصه الاطفال لازم تيست احنا شرف فينا وجود فريقكم بقياده الاستاذه شيماء عزايم والاستاذه بسمه ربيع وان شاء الله تقولي برضو رقم تليفونك اونلاين رقم لي انا 012-22-799-641 تمام استاذه ميت عايزه اسالهم برضو يعني انت لو معاكي شعر مثلا معمول قبل كده وطلعت البذور بتاعته هتعمليه ازاي اولا هتعيدي على الشعر الاولاني ده ليه معامله خاصه جدا ليه لان اوريدي الشعر اللي معمول من تحت بيبقى تقيل شارب ماده بروتين تقيله فما ينفعش ان انا اعيد عليه بروتين واحمله هيتقطم معايا مش هيستحمل بعمل ايه هتعملي بذور يعني بس بعمل الاثنين لازم ارمم ده وده طب انا عشان يطلع شعر معاكي ميه واحده ما يبقاش الجذور معموره ومفروده معاكي 100 واللي تحت جودتها مش قد كده بعمل اللي فوق الجذور بجيب معايا نسب متساويه من المواد الترميميه والبروتين حسب الجرام حسب تقل الشعر طبعا معايا قد ايه رساله اخيره بقى معلش رساله اخيره منك للمشاهدين ومتابعينك والعروض بتاعتك المفاجآت يا استاذ كلنا عندنا استعداد نعمل كل حاجه لاي حد حاجة مشرفة طبعا والله اكيد طبعا لحد مش مقتدر واي حد فعلا مش مقتدر فعلا يسيب رقمه وفعلا احنا مستعدين نعمل له اي حاجه اتفضلي يا ريت لو في عروسه يتيمه حابه تعمل كل حاجه ربنا يجعلها من الالف للياء ربنا يجعلها لو مش قادره تتواصل مع اي حد او مش هتقدر تتواصل مع التيم المبادره او كده انا رقم تليفوني موجود وانا ودينا والفريق معانا بتاعنا كله ان شاء الله معاهم شرفينا توأم النهارده ان شاء الله ايوه ده توأمي شرف ليا شرف ليا ان انا بتعامل مع استاذه بسمه واستاذه شيماء وشرف ليا ان انا اصلا اشتركت في المبادره وعد ان شاء الله لكم فقرات معانا تانية ان شاء الله اكيد وتتعوض وبجد انا مبسوط ان في قامات زيكم موجودين كشباب بمبادره تفتخر بمنتك معانا اضافه كبيره وكل المشاهدين تابعونا اي شغل اونلاين معاكم ارقام التليفونات اتقالت في حاجه ثانيه معلش في ربات بيوت كتير في البيت بتبقى حابه تتعلم البروتين كمساعده في معانا دقيقه واحده في المعيش تعملي كورسات يعني كده معانا دقيقه واحده حاضر طيب انا لو حابين تتعلموا انا معاكم اتصلوا بيا باذن الله كده نتواصل مع بعض وان شاء الله ان شاء الله بس الايام الجايه احسن وفي مفاجات اللي هتصل بيا بس تكريم بقى تكريم بتاعهم تكريم شرف نورتونا ربنا يبارك لك ميرسي طبعا ده تكريم شرف للمبادره استاذه بسمه ربيع استاذه دينا استاذه دينا ده تكريم شرف للمبادره نورتونا شرف لينا انتوا معانا ده شرف لي انا لا والله فاصل بسيط استنونا اوعوا تروحوا في اي حته رجعنا لكم تاني بمفاجاه جديده ان شاء الله 18/11 المؤتمر العلمي الاول للثقافه المهنيه بالاتفاق مع مؤسسه الاستاذ سيد العدوي مدرب الاكاديمي الاستاذ محمود عابدين مؤسس مبادره تفتخر بمهنتك الاستاذ عوض صبري 18/11 قاعه المؤتمرات مركز التعليم المدني امام برج الجزيره ان شاء الله المؤتمر الاول هيبقى للثقافه المهنيه والنهارده معانا بقى شباب الصعيد بني سويف عبد الله محمد والملك فؤاد الاول منورنا ادي مين مؤمن اتفضلي الملك فؤاد مين الملك فؤاد او مين اطلق عليك كلمه الملك فؤاد يعني بما اني بحب مهنتي فالناس بتقول لي الملك فؤاد الاول وكده دي اطلقوا بقى على الحلاق انه اعصابه هاديه لا هو مش اعصابه هاديه ولا حاجه هو يمكن بيتعامل مع الانسان بلطف ومع العميل بتاعه بلطف
يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك المسلم اعرض الصور بتاعت عبد الله بعد اذنك سهل. فاحنا بنتعامل مع الناس بسهوله وبلطافه مش بعصبيه ولا حاجه. يمكن المهن الثانيه لو قابلت حداد نجار ممكن لو اتناقشت معاه وحصلت مشكله بينك وبينه تفك الشغلانه بينك وبينه. ايه الرساله اللي عايزها الا الحلاق بقى. ايه الرساله اللي عايزها دي مهما تحصل مشكله بينه وبين العميل بتاعه لازم نكمل له الشغل بتاعه. تمام اتفضل يا عماد. الرسالة اللي عايز تقدمها لأهلك وناسك ملك فؤاد؟ أنا بهدي الأهل وناسي وبشكرهم إن أنا تربيت وسطيهم وبحب شغلي جداً وبحب بلدي جداً، وده دليل إن أنا قاعد في بلدي ما حبيتش أسافر أي مكان واتعرض علي شغل بره كتير. صور لعبد الله طبعاً، عبد الله محمد ادي له المايك. الصور دي يا عبد الله طبعا بتاعتك انت في مكانك المتواضع، انت شرفتنا منورنا. ده ده وراثة يا عبد الله ولا انت واخدها كده هواية يعني ولا انت وراثة؟ لا هي هواية. هواية. بس يرجع للفضل لواحد يمكن معاكم صورته وسبته ما عرضهاش. ده الشيخ ربيع ليه فضل عليا كبير يعني، والحمد لله هو اللي خلاها عندي مكان واسسني وكبرني، وانا واخد المهنه دي هوايه وان شاء الله باذن الله هطور فيها. رقم تليفونك لو حب حد يتواصل معاك 012-2-1489-543. تمام عبد الله، كوافير وافتخر طبعا. افتخر طبعا، مزين وافتخر. ملك فؤاد بقى حاجة تانية عايز تقولها؟ اتفضلي يا أمال معانا. الملك فؤاد، أنا سمعت إن أنت بتحب المقص جدا وبتقولي أنا بحس إن أنا ماسك سيمفونية، فعلا؟ أنا بعشقه، بعشق شغلي بالمقص جدا، ولذلك صفحتي على الفيسبوك فؤاد مقص. لا ده كمان في الفاصل يا إيمان كان قايل لي إن هو كان عايز يوصل بس للمشاهدين حاجة صغيرة. كان قايل لي عليها ليه بيقولوا منطلق اللي هو على الكوافير الرجالي. دقيقه بعد اذنكم، دقيقه فؤاد معلش. اتفضل قول رسالتك. اسالي اللي هم ليه مش حاطين اهتمام الكوافير الرجالي؟ بينظروا للحلاق دايما ان هو شيء مهمش، لا بالعكس، الحلاق لازم يكون موجود. اي حد رايح اي مناسبه لازم يمر على الحلاق بتاعه، حتى لو كان الست لازم تمر على الكوافير بتاعه. حاجه ثانيه يا عبد الله تقولها قبل النهاية كده؟ أشكر يعني فضل الشيخ ربيع عليا يعني. أنتوا نورتونا شباب السعيد بني سويف، وإن شاء الله لنا فقرات تانية معاك، وده تكريم شرفي لعبد الله. اتفضل يا إيمان سلمه له. ده تكريم شرف عبد الله من المبادرة. طبعا فؤاد مدرب أكاديمي المبادرة، أغاني عن التعريف وأنا عن التكريم. شرفتنا. اتفضل عبد الله معاكم، افتخر بمهنتك، المثل والقدوة للشباب. عبد الله محمد بني سويف، ملك فؤاد بني سويف. طبعا المذيعه الجميله امان حجازي كلمه اخيره. مهما صعب قابلتك لازم تفتكر بمهنتك، صح يا رب؟ ايوه. كلمتك الاخيره يا رب. ان شاء الله انا وعدتكم طبعا في كل حلقه اقول وصفه، بس الوقت ضيق جدا.